النهاردة يوم الأجازة، أمي مسافرة رايحة جنازة، وصلتها لحد الباب خبطتني فكرة أستاذة. عندي عدة وعندي سيديز، والنهاردة يوم الخميس، يعني كله في اللذيذ، ما فاضلش إلا التنفيذ. كلمت كل صحابي على طول، ما كانش فيهم حد مشغول، كله كان بيرد يقول يا قشطة يا بيس يا إما كول. كده ما فاضلش إلا حاجة بس، أفضي البيت من كل العفش، أصلي في ناس تبقى غاوية كاس ومش طالبة تقلب بقفش. حطيت في كل حتة سماعة، وحطيت سيدي هادي في بتاعة، كله جاهز للإذاعة، ولسه بدري فاضل ساعة. قعدت أفكر سألت نفسي، أنا لسه هفضل مستني؟ رحت جبت الميكروفون وصلت وقعدت أغني. أمي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. لبست تيشيرت فريق المانيا، بصيت لقيت بيته بقى حاجه تانيه، والحفله اتملت في ثانيه. مزيكا جامده وكلها دانس، راب هاوس، وكل دقيقه تزيد الناس، وانا واقف على الباب محتاس، وفي ناس بره عاملين سياح جايين ومعاهم سلاح، خلوني بقيت مش مرتاح. رحت قافل بالمفتاح، وكتبت ورقه على الباب تقول ممنوع دخول اي مسطول. لو الكلام ده مش معقول، معلش انا مستنيها. خدت العربية وجيت بيها، من كتر الزحمة حواليها ما لقيتش حتة أركن فيها، رحت رميها على الرصيف، والمنظر كان بره ظريف، ولاد كتير شكلها نضيف، بنات لذيذة دمها خفيف، وجوه ده كان عالم تاني، السما بتمطر أغاني، وأنا واقف برقص في مكاني، شفت شلة بنات عجباني، كان فيهم واحدة أعرفها، بس ما كنتش بستظرفها، قلت معلش أظبطها علشان أرقص مع أصحابها.